هذه الآية خطيرة جدا. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الآية خطيرة جدا وميزان. كره الله انبعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاحذر، فتش إذا رأيت نفسك متكاسلا على الخير، اخشى أن يكون الله كرها انبعاثك في الخير. ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا هينة عليك. والمهم أن هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة.